والصلاة والسلام على خير المرسلين. مسابقة حفظ سور من القرآن الكريم، مسابقة سنوية يطلقها مجلس الطلبة باسم الزميلة الراحلة أسماء الصرايري لروحها الطاهرة الرحمة والرضا من رب العباد. نطلب منكم قراءة الفاتحة على روحها الطاهرة. حيث كان عدد الطلبة الفائزين 60 طالبا وطالبة، نكرم منهم اليوم الطلبة المتواجدين بيننا. نطلب من مديرة المدرسة التفضل بتكريم الطلبة، ريان الزهور، أسرع طالبات بسرعة، كلنا نسمع، نطلع الفاطرة ورا بعض، بان بكر. سلام صبايا السريع، انزلوا من هون سجا، إيناس، سلمى، ريماس، نور، سريع، منار، شهر، سيما، سارة، لمار، زين، سدين، منار، منار، أسرع صبايا، سلام وينزل، نديم، دينا، آية أكرم، صغار، أسرع، ما شاء الله هشام البيت صغار جاب 100، تحية له، 100 جاب، برافو يا هشام. نور الدين، ميسلون، لين، ميسرة، محمد عمر، عبد الهادي، محمد، أريان، أريان، ميس، مش موجودين كأنه أريان وعبد الحكيم.